ان دايما لما بنيجي نتكلم عن المدير الفني للنادي الاهلي، المدير الفني للنادي الاهلي او منظومه كره القدم في نادي الاهلي، منظومه كره القدم في نادي الاهلي تتكون من عده اجزاء. الجزء الاول والاهم والاخطر وكل شيء هو جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو الجزء الاهم في هذه المنظومه. طول عمرنا واحنا في الملعب واحنا بره الملعب واحنا بنتفرج على النادي الاهلي في المباريات عارفين ان جمهور النادي الاهلي هو المحرك الرئيسي لاي شيء، وبالتالي هو الجزء الاكبر في منظومه كره القدم. بقيه المنظومه زي ما حضراتكم عارفين، لجنه التخطيط لكره القدم، المشرف العام على كره القدم ولجنه التخطيط، ثم اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الاداري وهكذا. خلينا نتكلم مع بعض واحده واحده. الجهاز الفني زي ما حضراتكم شفتوا اصبح مستر رينيه فاليري هو المدير الفني سويسري الجنسيه، هنتكلم عن سيرته الذاتيه بعد قليل. ولكن الجهاز الفني مستر رينيه فاليري ومعه مدرب عام ومعه ايضا مدرب لحراس المرمى ومعاه ايضا كابتن سامي قمصان ومخطط للاحمال التدريبيه ومعاهم الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكره، وبنشوف جهاز فني متكامل خلال هذه الفتره تقريبا كله اجنبي باستثناء طبعا كابتن سامي قمصان. فايلر رينيه فايلر. طيب اللي عايز بس اتكلم فيه مع حضراتكم ده امام حضراتكم ده رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم بكره ان شاء الله هيكون هناك مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الواحدة لتقديم المدير الفني الجديد لجمهور النادي الاهلي.